حين يمنحك الله البراءة. أفاق صلى الله عليه وسلم من الوحي يمسح عرقه ويضحك ويقول: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. امتلأ البيت بالبهجة وابتسم الجميع إلا عائشة التي عادت الروح إليها. التفتت أمها من شدة الفرح فقالت: قومي إلى رسول الله. فنظرت إليها عائشة وقد استبدلت دموع الحزن التي جفت بدموع الفرح، نظرت إليها فأطلقت كلمات الامتنان لله وحده ممزوجة بالعتاب لزوجها وأبويها، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. لم يلومها صلى الله عليه وسلم، فالمرارة التي مرت بها كادت تودي بها. لم يلومها بل زادها فرحا حين تلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. حمد الصديق ربه، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى شعبه فجمعهم مجددا، وصعد منبره وقرأ الآيات. فاختنق ابن سلول والمنافقون عصر ذلك اليوم، وخجل حسان ومصطح وحمنة، حاصرتهم العيون وعاتبتهم الشوارع والطرقات. وأمست براءة عائشة قرآنا يتعبد المؤمنون بتلاوته في المساجد والبيوت والطرقات والأسواق. انتشرت سيرتها كالعطور في البوادي والمدائن، وأصبحت الوحيدة في الدنيا بعد مريم التي يكفر من يقذفها. نزل قائد الدولة صلى الله عليه وسلم عن منبره، نزل ليمارس مهامه تجاه عائشة المواطنة التي قذفت بلا دليل ولا برهان، فطلب إحضار الثلاثة فاعترفوا دون إكراه، فطبق في حقهم قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأخذ الغضب أبا بكر فقطع المعونة التي كان يرتبها لمصطح بن أثاثة، لكن عندما سمع قوله تعالى: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اهتز قلب الصديق أستاذ البذل والكرم فقال: بلى والله، إني لأحب أن يغفر الله لي. فأعاد المرتب لمصطح وكأن شيئا لم يكن. أما الغاضب الذي لا يطاق غضبه فكان الحزين صفوان بن المعطل، إنه الآن في بيته يبحث عن سيفه، يبحث عنه بعد نزول الآيات، ثم يخرج متخفيا يبحث في الطرقات عمن قذفه.